عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نطيب كسكسي بالحوت. سبق وعملت معاكم قبل كسكسي بالحوت، اما عملته زيت بالكالمار المحشي. اليوم ان شاء الله باش نعملو بالحوت اكها. هنا عندي حوت البوري، خديت كمية متاع الحوت. بالنسبة للكمية بتبيع عندي عدد متوفر عندك وعدد العائلة. انا اليوم اخذت عدد كبير خاطر باش نطيب كميه باهي. دونك خذيت الحوت، نجم تعملو حتى كعبه حوت، راه معناه كميه الحوت ماهيش باش تقلق برشا. دونك خذيت الحوت، توا باش نفوحو. انا بما انو الحوت كبير شويه قسمتو على زوز، هذايا النص اللوطاني باش نقليه، والنص الفوقاني هذايا باش نطيبو في المرقة. توا باش نفوحو ونخليها في اللفاح. علاش حطيت كل معناها اللي باش نقليه وحده واللي باش نطيب وحده؟ على خاطر ما هوش نفس لفاح. لهنا عندي الثوم. بالنسبه للثوم، الثوم باش نحطه في الحوت اللي باش نطيبه في المرقه. نجي لهنا الملح، بالطبيعه الملح في الزوز، اما كميه الملح اللي باش نحطها في اللي باش يطيب في المرقه اقل. معناها باش نحط شويه ملح اكها جوست هكا باش ما يجيش مسط. ومن بعد كي نفوحوا المرقه والكسكسي نقراو حساب اللي انا حطيت الملح في الحوت هذايا معناه. ولهنا باش نولح الحوت الكل. نجي توا للكمون. الكمون باش نحطه في الحوت اللي باش نقليه والا باش نشويه. وبالنسبه للحوت اللي في باش نطيبه في المرقه ما نحطش فيه الكمون، على خاطر علاش؟ انا بما اني عندي كميه كبيره شويه، دونك باش نبدا نطيب بشوي بشوي. معني ملي باش نحط الكسكسي فور، كل مره باش نرمي زوز ثلاثه طروف نطيبهم. وهكيكا المرقه كي باش نحط فيها الكمون، المرقه باش تمرار، معناها الكمون باش نسيب المراره نتاعو. كان نتوما عندكم كميه صغيره معني باش تحطوها 10 دقائق الاخرانيين في المرقه، حطوا الكمون في الحوت نتاع تطيب المرقه. لهنا بالنسبه للتابل، تيب نحط شويه كهو وما نحطش برشا، وباش نحط في الاثنين. ولهنا الفلفل الكحل بالطبيعه باش نحطهم في الزوز. هذا بالنسبه للفحات. بالنسبه للفاح اللي فوحت به الحوت هذايا، انا راني هذا هو الفاح اللي مفوح به الحوت، كان نشويه كان نقليه كان نحطه في الفرن. نعم نحطه في الفرن، نزيدو حاجه اخرى كان معناها باش نقليه والا باش نشويه. هذا هو الفاح نتاعو، ما نحطش ثوم، ما نحطش راهو يختلف من جهه لجهه وكل واحد وذوق نتاعو. انا الحق الحوت اللي بالخص اللي نشويه ما نكثرش فيه لفحات، نفس الفحات اما ناقص شويه. هذايا بما اني باش نقليه هاكا زدت شويه فيح. دونك لهنا هكا هاو، هذا هو الفيح. كما قلت لكم لا نحط ثوم، نحكي على هذايا المقلي والا المشوي. لا نحط ثوم، نشوف اللي يحط حتى الفلفل الاحمر، يحط الهريسه العربي، راهو هذا كما قلت لكم يقعد حسب الذوق وحسب الجهات. انا علاش ما نكثرش الفيح في الحوت اللي نشويه والا نقليه؟ على خاطر نحس الفيح يضيع برشا مطعم الحوت. كاين باش نحط معناها برشا برشا فيح في الحوت، كي نبدا ناكل باش نبدا نطعم في الثوم بالخسختو، الثوم يضيع برشا مطعم الحوت. هذا سعدية طاو باش نخليه في الفريجيدير اخر وقت باش نجبد نقليه. وهذا كيف كيف باش نخلطو وباش نخليها في الفيح شويه يشرب اكل الفيح حتى لين نطيب الكسكسي. يعني بديت نطيب في الكسكسي كالعاده كما استنستوا بيا في الزيت باش نطيب في الكسكسي. قليت الفلفل نحيته على جهه، خديت لي كعبات بصل خاطر عندي بصل صغير حطيته يتخلى في الزيت. كما قدركم انا باش نعمل كميه كبيره، باش نعمل ان شاء الله كيلو نص كسكسي. لهنا حطيت 6 مغارف طماطم معجونه، حليتها في الماء توا باش نصبها. كان تحبوا معناها المقادير نتاع كونتيتي صغيره معناها، عطاو نحط لكم الفيديو اللي عملت معاكم قبل في صندوق الوصف. لهنا انا خساره ما عنديش هريسه عربي، وفاتي الهريسه العربي. دونك كان عندكم الهريسه العربي وطيبوا بها، حلوا شويه هريسه عربي مع طماطم. دونك توا باش نخلي الطماطم هذه تتقلى، ما نخافش عليها ما تحرقش على خاطر ديجا فيها الماء. باش نفوح هنا باش نطفي الغاز على خاطر الطماطم قاعده تطش هكيك. دونك باش نفوح باش نحط نص مغرفه كبيره كركم، يعني كيما تعرفوا كركم ديما نحطه في كل شيء. ولهنا باش نحط الملح ونقرا حساب الملح اللي حطيته في الحوت. دونك باش نحط هكا ومن بعد نشوف. ونزيد زيد باش نفوح الكسكسي. دونك
نعرفوا كيفاش نعدلوا معناها الملح. ولهنا فلفل أبحر. توا نخلي الطماطم هكيكا تتقلى هي والفحات والماء والزيت مدة 3-4 دقائق هكيكا باش ما تجينيش باش ما يجيش الكسكسية قارص. كيما قاعدين نشوف الطماطم هكا تقليت بالبي كيما قلت لكم خليتها 4 دقائق هكيكا. توا باش نكمل نفوح باش نحط الفلفل الأحمر، باش نحط مغرفة كبيرة فلفل الأحمر، وكالعادة ديما هكا تخليطة صغيرة ما نخليوش الفلفل الأحمر يتقلى برشا، راهي الماكلة تجي مرة هكيكا. لهنا باش نصب كيس ماء كبير 300-400 ملي ماء هكيكا، ولهنا زيد باش نزيد مغرفة كبيرة تابل نخلطهم ونقص في الغاز ونخليهم يعاودوا ياخذوا غلوه اخرى مده 5 دقائق هكيكا على نار هادي. ما قاعدين نشوفوا خليت الطماطم وكل شيء اللي حطيته الكل ياخذ فيه غلوه هاكا كيما شفتوا خذيه غلوه بيه ريحه الفحات خرج. حاجه اخرى ديما نقول لكم في المرحله هذه تفهموا المرقه نتاعكم ولا اي حاجه طيبوها في المرحله هذه، لكن معناها طيب تقليوها على طريقتي انا في المرحله هذه تفهموا المرقه نتاعكم من بعد كيفاش باش تجيكم ناقصه طماطم زايده طماطم برشا زيت ناقصه زيت شفتوا في المرحله هذه تفهموا الطنجره نتاعكم كيفاش. دونك توا باش نغرق باش نصب الماء بسم الله، ولهنا باش نزيد الليتره الثانيه. دونك حطيت الترتين كان بعد نستحق باش نزيد ماء نوريكم قداش زدت. بعد ما المقفول نتاعي هز غلوه حضرت الكسكسي وباش نحط توا الكسكسي يفور. بالنسبه للكسكسي حضرته معاكم برشا مرات، كاينكم بالحق ما تعرفوش معناها كيفاش تحضروا الكسكسي، هاني باش نقول لكم فيسع فيسع تاخذوا الكسكسي. بالنسبه للطريقه هذه راهي كسكسي الباكويت كسكسي الشارع. دونك خديت الكسكسي حطيت له شويه زيت وملحته بما انه هو مسوس ماهوش مالح، شويه ملح بثثته بك الزيت هذيك، ومن بعد بليته بالماء دافي حتى لين كتمس كعبه الكسكسي تحسها مبلوله، ومن بعد خليته ارتاح شويه مده 5 دقائق هكيكا شرب اكل ماء، ومن بعد نفركوا بداية كما شفتوا لهنا هاكا نفرك بالكدا الكسكسيه نفركوا بداية خاطر باش تلقاوه عجن شويه كي بعد ما تخليوه يرتاح. دونك ومن بعد فوحتو انا نحط له الكركم كما تشوفوا كسكسي اصفر، حطيت له كركم وحطيت له عود قرنفل لا عود قرفه واعواد قرنفل وحليته بالكدي كيف ما قاعدين نشوفوا، وتوا حطيته يفور. تو باش نخليه يفور مده 15-20 دقيقه هكا. توا كيف الكسكسي معناها بدا يفور دونك توا انا باش نحط الحوت على خاطر كيما شفتوا عندي كميه كبيره شويه، انتوما كاين كعبه كعبتين عادي طيب الكسكسي نورمال. قبل ما تهبطوا الكسكسي بعشرة دقائق حطوا الحوت. انا لهنا بسم الله باش نرمي وزيد باش نحط كميات صغيره باش نرمي كل لقشتين هكا باش نحطهم يطيبوا وحدهم. حط ثلاثه هاكا ثلاثة تروب باش نحطهم يتيبو 10 دقائق ونحيهم ونحط اللي بعده. علاش ما حطيتهمش الكل مع بعضهم باش ما يتفترشوليش، نحبهم يقعدوا كيف ما هو. هذا بالنسبه للحوت. هذايا الكسكسي فور التفويره الاولى كيما قلت لكم انا ديما تفويرتي نتاع 20 دقيقه هكيكا. اشنو عملت انا التفويره الثانيه نعملها بالمرقه ما نعملهاش بالماء، فما اللي يعملها بالمرقه فما اللي يعملها بالماء كيما شفتوا صبيت المرقه. توا باش نحركوا بالبهي ونحلو ونرجع يعاود يفور مره اخرى مده 20 دقيقه اخرين وهكا الكسكسي نتاعي يكون حاضر. الكسكسي سي يفور التفويرة الثانية هبطت حتى المرقة سي تحس طابت. توا شنو باش نعمل عندي الحمص، أنا الحمص طايب على بالك نحطو في الآخر، انتوما كاين الحمص بالطبيعة ناي تحطوه من اللون كيف كيف، أنا ما حطيتش فيه الخضرة تنجم تحطو فيه الخضرة اللي تحبوا عليه. دونك لهنا حطيت الحمص باش يعمل غلوة صغيرة نتاع 5 دقايق هكيكا مع المرقة كيف كيف. لهنا باش نحط الكمون بما أني عندي كيلو ونص كسكسي ماما نحط خس مغرفة هكيكا كمون. لهنا باش نحط نص مغرفة في المرقة ونص مغرفة الأخرى تشوفوني طاو باش نحطها، ولهنا نخلي الكمون والحمص ياخذ غلوة صغيرة مدة 5 دقائق هكيكا مع المرقة ونطفي عليه.
انت هكا حطيت يفلي قاعده ناكل فيها على نار هاديه باش يفيد كيما من برا كيف من داخل. بص كيف ما قلت لكم فور التفليره الثانيه توا بسم الله باش نحلو هكا شويه. ولهنا عندي مغرفه زبده جبتها من الفريزير، شوفوا تنمى الدنيا سخونه ذابت الزبده بالوقت. لهنا انا عندي زبده مصفيه، باش نحط زبده مصفيه كنا ابند في عامل الزبده المخلطه. حط زبده عاديه، والا كان تحبوا السمن حطوا شويه سمن وتشوفوا البنه اللي تجي فيه. انا من المكثر نحطها مغرفه الزبده هذه نحطها بالخاص في الكسكسي اللي نعملوا بالحوت، خاطر كما تعرف الكسكسي بالحوت معناها يجي خفيف ما يجيش كيما كسكسي باللحم اقوي. دونك هكا نزيد البنانو بشويه زبده ولا سمن كيف ما تحبوا نتوما، انا حق سمن ما نحبوش برشا. هكا نحط الزبده كما قلت لكم، انا ديما عندي الزبده المصفيه في الفريجيدير. هكا نحط زبده المصفيه كما قلت لكم، ما عندكم زبده مصفيه وما تحبوش السمن حطوا زبده عاديه، ما تحبوش ما تحطوش زبده. وكيف ما قلت لكم قبيله نص مغرفه الثانيه نتاع الكمون نحطها في الكسكسي التبنن بالبدا. هكا هاول هنا باش نخلط الكمون يدخل بالبدا في الكسكسي، وتوا باش نسقي الكسكسي. فهاو توا باش نمرق. بالنسبه للمرقه راني ما زدتهاش، راني قبيله قلت لكم كان نزيدها ماء اطاق لكم، راني ما زدتهاش. دونك كي مرقتك اللي تفتين الماء هذيك اللي حطيته هكا هاو ما زدتش. هاكا نشوفوا المرقه كيفاش تكون خاثره شويه، ما تكونش لا تكون عقده برشا ولا تكون جاريه برشا. توا باش نسقيها بالبي. بالنسبه قداش تحطوا سقا تحبوا انتوا، فما ناس تحبوا مسقي برشا وفما اللي ما يحبوش مسقي برشا، دونك حسب الذوق. انا توا باش نحط فيه هكا السقا بسم الله، نعمل له تحريكه صغيره ونخليه يشرب المرقه هذيك في عقله، ومن بعد نرجع نخليه مده 10 دقائق هكيكا يشرب بالقدي المرقه ونلقاها نفرك بالبهي. وهكا يكون الكسكسي نتاعي حضر، ما قعد كان باش نحطه في صحن التقديم. وهكا نكون وصلت معكم لاخر الفيديو. هذه الكسكسي قدمته بالطريقه هذه، حطيت الكسكسي، حطيت الحوت المقلي والحوت الطايب في المرقه، كرون فلفل والحمص هذاك اللي حاطيتو في الاخر، جاي بنين وفاوح على الاخر. دايغ اللي كلا منه بالحق عجبهم بالكدا، قالوا لي بنين وفاوح على الاخر، ما شاء الله اتاكل الكل. دونك هذه هي كانت وصفتي لليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتوما قاعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.